اذكر مكان ممنوع التدخين فيه. ها؟ الطيران. الطائرات. الطائرات. المطار. فيه جواب أعلى من هذا الجواب، لو جبته رحت لعندكم. الأماكن العامة. الأماكن العامة، الأماكن العامة. نروح لعائلة العبد الهادي. السؤال عندك، مكان يا سعاد ممنوع التدخين فيه. المسجد. المسجد. برافو. المول. داخل المول. المول. الأسواق المول. ممتازة عالية. فهد. الكورنيش. الكورنيش. علي دخلت. الكورنيش الناس واقفين بسمى ربي. ممنوع. وهواء. ممنوع. المستشفيات. اي معقولة. المستشفيات. أعلى شيء. ها يا أمل. مكان ممنوع التدخين فيه غير اللي ذكر. السجون يعني المساجين. السجون. المسجن. السجون. الإدارات الرسمية. سر الوقت. بسرعة. ثلاث أسئلة. تدخين ممنوع في القطار. ها؟ في القطار. القطار. في القطار. المواصلة. المدارس. المدارس. خطأ. باقي خطأين. ايش هو السؤال مرة ثانية؟ ممنوع التدخين، محلات ممنوع التدخين فيها. ما أكثرها الأيام دي. ممنوع التدخين بسرعة الوقت. فاستديوهات التصوير. استديوهات التصوير. باقي خطأ واحد، يمكن أجيكم، استعدوا فكروا في الجواب. ممنوع التدخين فيه. ممنوع التدخين. المطاعم. المطاعم. عائلة الأنصاري. ها يا بدر. مكان التدخين ممنوع فيه. يلا الوقت يا أخوي بدر. الباصات. الباصات. وانت منذر. الباصات يقول لك. موافق عليها ولا الفنادق غير؟ ها؟ الفنادق. الفنادق. وانت مكان العمل. مكان العمل. عبد المحسن اقدر القرار عندك، لازم تجيب جواب واحد من ذوول كلهم. انت اختار. او انا اختار. اختار. الفصول الدراسيه. الفصول الدراسية. مسكتين؟ لا لا. مكان العمل. مكان العمل. مكان العمل. فنادق. فنادق. أول المكاتب. ها. مكان العمل. مكان العمل. مكان العمل خلاص. موافق. موافقين. مكان العمل. خطأ. 91 علامة لعائلة العبد الهادي. الآن خلونا نشوف الاحتمالات اللي ما أجبنا عنها. ثمانية محطة البنزين، مرة سهلة. ستة السينما